مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدتنا الكرام، أعزائي الأفاضل، في هذه القناة التي فقط ندرس فيها عملات البيتكوين وعملات صاعدة وتقلبات السوق والأثمان بشكل عام في سوق العملات الإلكترونية. لدينا هنا ميبيان أو تشارت بالنسبة للبيتكوين، فالبيتكوين لا زال يقوم بلاور هاي، بمعنى يقوم بنزول حاد ثم يقوم بتصحيح أخف ثم نزول حاد جديد ثم تصحيح أخف ثم نزول حاد من جديد، لأن النزول يكون أكثر من النزول السابق، ثم هناك يعني تصحيح طفيف في الثمن، وهذا ما يوضحه لنا أيضا الميبيان، ميبيان الثمن أو تشارت بالإنجليش. كما رأيتم هنا سأقوم بعملية الزوم. رأينا هنا lower ثم قمنا بالhigh، هنا قمنا بlower جديد ثم high ثم lower يعني نزول أكثر من النزولات من النزولات السابقة أو الهبوط السابق، ثم تصحيح ثم نزول ثم تصحيح ثم نزول أكثر حدة من النزول الأول، ثم تصحيح ثم نزول ثم تصحيح. ربما يجب علينا أن نستعد للبيتكوين، سينزل إلى نزول حاد من جديد، ربما سندخل في تصحيح من هنا إلى 52، ربما سنذهب لنحاول كسر 52 و 300 52 و 600. إن كسرنا ذلك فهناك حظ كبير بأننا سنذهب إلى 55 ونعود إلى محاولة كسر خط 20، ليس خط 20 وإنما خط 50 الذي هو هذا. نحن الآن نحاول أن نكسر خط 20 ونصحح فوق خط 20 الموفين أفريج. إن حدث ذلك فهناك احتمال كبير لأننا سنذهب إلى 52 إلى غاية 53 200. إن كسرنا ذلك كما قلت فهو جيد، فإن لم نكسر فهناك نزول إلى 40K أو 40,000. فالعملة التي أريد أن نركز عليها اليوم هي عملة التيتا. عملة التيتا هي من العملات التي عملة تندرج في التكنولوجيا، بمعنى هناك فقط عملات كالميم كوين التي ممكن من خلالها فقط مضاعفة رصيدك الذي لديك، وهناك عملات فهي ذات المدى البعيد. هذه من العملات التي تأتينا بفكرة المدى البعيد، فهي استثمار للمدى البعيد. عملة ثيتا من العملات القوية، فهي تكنولوجيا محضة، فليست فقط عملة فإنما هي تكنولوجيا، فهي تركز في عالم الجيمينج، في عالم الباند وايت، في عالم لديهم الكثير من الأشياء. فقط لا أريد أن أقوم هنا بدراسة المشروع بصفة خاصة، وإنما أريد أن أقوم أن أركز على الثمن أو الميبيان أو تشارت والإيفنت أو الحدث الذي هو قادم في آخر الشهر من ديسمبر وآخر الشهر في يناير المقبل. فلدينا هنا عملة التيتا، فهي تتقلب سعرها بين $4 إلى غاية $7 أو 3.50 إلى $8. فإن حاولنا كسر هذا الخط الأزرق الذي في $8.42 فلدينا حظ كبير، سنبدأ بترند جديد. ترند جديد بمعنى آخر سنحاول إعادة كسر هذا الثمن الذي هو 15.82، فإن نجحنا في ذلك فهناك صعود صاروخي في انتظار الديتا.
بالنسبة إن كان ثمن الثيفة غالي بالنسبة لأي شخص يريد الانضمام إلى العملة أو شراء العملة، فهناك عملة أرخص التي هي الثيفيول. عملة الثيفيول فهي لنفس الشركة التي هي الثيتا، فهي عملة من عملاتها، إلا أن عملة الثيفيول تستخدم في التطبيق الذي نشرته ثيتا، لأن في التطبيق يمكن مشاركة فيديوهاتك التي حينما تلعب نوع من الألعاب أو شكل من الأشكال من الألعاب، فهذه هؤلاء المشاهدين الذين يشاهدون فيديوهاتك، فعوض أن يقوموا لك بدفع المال عن طريق الدولار، فهم يدفعون لك المال بالتيفيو. بمعنى يمكن لك بعد ذلك بيع التيفيو في مقابل الدولار. إن كنت لا تفهم إلى حد الآن ما أقصده، فخذ على سبيل المثال يوتيوب، تقوم بفيديوهات إلى غير ذلك، ثم يكون إشهارات وتربح من الإشهارات، وجوجل أدسنس تقوم بدفع المال لك عن طريق الإشهارات التي تمر على قناتك، وتقوم بالدفع لك بالدولار. فبالنسبة لعملة مشروع التيفيول فلديهم هم تطبيق على شكل يوتيوب وفي صيغة اليوتيوب، هناك أشخاص يقومون بعمل المحتوى، فيديوهات، ألعاب إلى غير ذلك، وهناك مشاهدين يشاهدون ذلك إلى غير ذلك. فيقومون أيضا شركة تيتا تقوم بدفع المال لهؤلاء الكونتنت كرياتور أو صانعي المحتوى بعملة التيفيول. ونرى أيضا صعود صاروخي لعملة التيفيول كلما رأينا عملة التيتا أيضا تتصاعد في الثمن. حينما تكون هناك صعود في الثمن بالنسبة للتيفيول، ليس للتيفيول بينما للتيتا التي هي العملة الرئيسية، نرى أيضا صعود مقابل في نفس الوقت لعملة التيفيول. فهذا أيضا من العملات التي يمكن لك أن تستثمر فيها في هذه من العملات التي يمكن لك أن تستثمر فيها إن رأيت ثمن التيتا غالي بالنسبة للدخول في التداول. فهذه من العملات التي أريدكم أن تركزوا عليها بجد، وهذه هي الأحداث أو الإيفنتات التي هي في مقتبل ديسمبر الجاري. فلدينا V2 Smart Contract Platform، we have BitEdge Storage FPS، then IPFS، I'm sorry، then we have the T-Trop Launch. هذه الثلاث إيفنتات، واحد فيها سيكون أو اثنين فيهم سيكونوا في آخر هذا الشهر، والآخر للتيتا سيكون في واحد من الشهر المقبل، واحد من العام المقبل. إذن ركزوا على هذه العملة، فهي عملة صاروخية تصاعد في الثمن ولديها مستقبل زاهر. فهي فيرا، عملة الفيرا، إن كنتم تعرفوا عملة الفيرا، فهي تنافس هذه التيتا. إذن قمت بعملية النسخ واللصق هنا لهذا التعريف حتى يتسنى للقارئ العربي أن يعرف ما نتحدث عنه هنا. بالنسبة لترجمة هذا النص، يقول تيتا توكن هو رمز مميز لتيتا بلوكتشين، من طبيعة الحال فهي بلوكتشين، والذي يهدف إلى أن يصبح شركة تدفق لا مركزية، يعني decentralized. تستخدم رموز الثيتا لتشجيع المستخدم على مشاركة ذاكرتهم وعرض نطاق ترددي من أجل تحسين جودة توصيل البث وتقليل تكاليف النطاق الترددي. يعمل تيتا توكن على إثيريوم بلوكتشين، ويمكن استبداله بنسبة 1:1 تيتا توكن الأصلي عند الإطلاق. بمعنى أنت تقوم بتحميل software أو application على الحاسوب الشخصي لك، ثم
تسجل من طبيعة الحال معلوماتك إلى غير ذلك، وهذا هذا software أو هذا البرنامج يقوم بمشاركة ذاكرة حاسوبك مع النتورك، مع النتورك الخاص لتيتا الذي يتجلى في تيتا بلوكتشين، في البلوكتشين. okay. فيتم تقليل الباندويت الذي هو النطاق الترددي. الباندويت بمعنى إن أراد شخص أن يشاهد فيديو من الفيديوهات، فربما لدينا أشخاص قاموا بفيديو على عملة التيتا. لنأخذ على سبيل المثال لدينا two videos. okay. لدينا two videos. لدينا two videos. الفيديو الأول سنقوم بتسميته A video، B video. okay. هذا يتواجد في كندا، وهذا يتواجد في جابان على سبيل المثال. ولدينا الشخص الذي يريد مشاهدة الفيديو X viewer. إذن التكنولوجيا هي كالتالي: لدينا فيديوهان على البلوكتشين لتيتا أو على تطبيق تيتا. فهذا الشخص إن أراد أن يشاهد فيديو من الفيديوهات التي هي A أو B، فالنطاق الترددي يجب أن يتم بثه من دولة اليابان لهذا الشخص الذي مثلا يتواجد في ربما العراق، okay. الذي يتواجد في العراق. أو إن أراد أن يشاهد فيديو A، فالنطاق الترددي سيتم بثه من كندا إلى العراق. فما هي هذه التكنولوجيا؟ التكنولوجيا هي كالتالي: ستقوم بتحميل السوفتوير، ثم تأخذه أو تثبته على حاسوبك الشخصي، فتكون أنت هو الشخص الذي يبث النطاق الترددي بالنسبة للأشخاص في العراق. بمعنى إن كنت أنا في العراق أريد أن أشاهد فيديو لشخص في كندا أو من كندا، ويتم بث تردده من كندا لذا الفيديو، الباندويت سيكون أكثر وسيكلف أكثر بالنسبة للإنترنت، وسيكون سرعة تحميله أيضا أكثر أو ضعيفة بالمقارنة مع شخص لديه الباندويت أو يقوم ببث الباندويت في العراق، وشخص أيضا يريد مشاهدة الفيديو في العراق. فهذا يكون أسرع ويعني أبسط بالنسبة للمشاهد الذي يريد أن يشاهد فيديو من الفيديوهات للشخص الذي يبثها من العراق عبر النطاق الترددي. فالباندويت يتم تقليلها كلما تمت مشاركة ذاكرة الأشخاص الذين يساهمون في بناء البلوكتشين للتيتا. كلما لدينا مستعملين أكثر حملوا هذا السوفتوير على حاسوبهم، كلما كان الباندويت أسرع بكثير وأسهل للمشاهدين أن يشاهدوا فيديوهات بجودة أكثر ونسبة إنترنت أقل. هذه هي التكنولوجيا بالخشيبات. إذن سنحاول أن نركز فقط على كما قلنا على عملة التيتا، فهي عملة جد قوية. أرى أن هذه العملة لن تقف لا في 15 ولا في 20، هذه عملة لديها مستقبل باهر. فأتمنى أن تنال إعجابكم وأن أيضا أن تستثمروا بحكمة، لا تستثمروا بجهالة، وإنما إن أردتم أن تستثمروا في عملة من العملات فادرسوها جيدا قبل أن تتخذوا قرار الاستثمار. هذا الفيديو
بشكل عام فهو ليس نصيحة استثمارية، فهو هنا فقط لـ education purposes only. أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى فيديو آخر، متمنياتي لكم بالوفاء ويوم أسعد. مع السلامة. Staying